النسب، لكن النسب بس. وبالتالي الاضرار الكافيين كله في كافيين بس بتختلف النسب، كله بيأثر على الحديد. يعني مثلا الشاي زي ما بيقولوا بيحتوي على التنين، عشان كده هتلاقي كل دايما بنقول ما تشربش شاي بعد الاكل مباشره، وبالتالي لانها بتعيق امتصاص الحديد. في بعض الابحاث الضعيفه او بعض الناس الضعيفه شويه في الابحاث بتعتمد على ابحاث ضعيفه تقول لك لا اصل التنين مش عارف مرتبط بايه. لا، الحديد بيقلل امتصاصه لو شرب، اكلنا بعد الشاي مباشره يعني بعد الاكل ناخد شاي، وبالتالي لا انصح بكده. زي الامريكان جورنال بتاع الكلينيكال نيوتريشن بتحذر من الكلام ده، لانه التنين بيعيق امتصاص الحديد، وبالتالي ممكن تحصل الانيميا او مشاكل في الهضم، خاصه في الشاي الاسود، وتزود قرحه المعده، تزود ارتجاع المريء.